على أنغام الموسيقى يستقبلون نزلاء الفندق. إنها الغردقة إحدى أهم المقاصد السياحية المصرية التي تشهد زيادة مضطردة في أعداد السائحين خلال الشهور الأخيرة. وتلتزم الفنادق هنا بالشروط والضوابط التي وضعتها وزارة السياحة لاستقبال النزلاء لمواجهة فيروس كورونا. أولغا بيرشينشي فنانة من مولدوفا تهوى السفر، جاءت إلى مصر قبل نحو أسبوعين، تنقلت خلالهما بين شرم الشيخ والغردقة التي تراها واحدة من أجمل المقاصد السياحية في العالم. مصر هي المكان الأفضل للتعرف على ثقافة جميلة وأشخاص لطفاء. جئت إلى هنا للاسترخاء بالدرجة الأولى لأن المكان هنا رائع، وثانيا لتأليف كتاب عن الروح والسعادة. هذه الزيادة في أعداد السائحين دفعت العديد من المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات وافتتاح منشآت سياحية جديدة في هذه المدينة الواقعة على البحر الأحمر. دائما ما نزدهر في الأوقات الصعبة لأننا نجعل من هذه الأوقات فرصة. في اعتقادي هذا هو الوقت الأفضل، فخلال أشهر قليلة ستعيد الأسواق فتح أبوابها وسيوزع اللقاح في جميع أنحاء العالم، لذا نستعد لاستقبال جميع الزائرين. ويحظى القطاع السياحي في مصر باهتمام حكومي كبير باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي في البلاد. كل شهر الحمد لله أكتر من الشهر اللي قبله، وأنا ده طبعا إدى تفاؤل لمجموعة من المستثمرين اللي قدروا رغم الكوفيد إن هم يشتغلوا ويكملوا مشروعات ضخمة زي المشروع احنا موجودين فيه النهاردة. مشروع ضخم جدا على مساحة كبيرة، أكتر من 500 مفتاح زي أوضة وفيلا ومنتجع سياحي على مستوى عالمي، وإن شاء الله الفترة اللي جاية افتتاحات أخرى كثيرة بإذن الله. هذا النشاط السياحي الملحوظ في الآونة الأخيرة دفع الجهات المعنية في مصر للتخطيط لافتتاح المزيد من المنشآت والمقاصد السياحية خلال المرحلة المقبلة. نتيجة التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تشهد المقاصد السياحية المصرية زيادة مضطردة في أعداد السائحين، لتتسع مساحات التفاؤل بتجاوز الأزمة التي ضربت القطاع السياحي منذ ظهور الجائحة. سمير عمر، سكاي نيوز عربية، الغردقة.